السلام عليكم. اليوم راح نعقب على الفيديو اللي درته من قبل على العلاقات بين الجزائر والمملكة تاع المخزن فيما يخص السلاح الإلكتروني اللي راه تستعمله هذو جيراننا في الغرب، في الجهة الغربية تجاه الجزائر، باستعمال قنوات التواصل الاجتماعي والجيش نتاع الذباب هذا اللي راه ينشط على مدار 24 ساعة تجاه الجزائر. بعض الناس يقول لك ماكش منها، واش من الهدف نتاعهم يعني، واش راح يديروا؟ ما يديروا والو. لا يا أخي، الهدف باين واضح لمن يريد أن يفهم، أن يفتح عقله ويفهم مليح الفاعلية نتاع الأنظمة الإلكترونية في نشر البروباغندا وخلق يعني خدمة الرأي العام في أي منطقة. فإذا الهدف نتاع المخزن من الهجمة هذه الإلكترونية هو خلق رأي عام جزائري هنا في الداخل، هذاك الرأي العام يخدم الأهداف نتاع المروك، يكون مساند لأطروحة الصحراء المغربية، ويكون مساند لسياسة تاع المروك، وثانيك يتغير الرأي، يخلقوا رأي عام جزائري يساند فتح الحدود مع المروك. هذا هو الهدف نتاع الهجمة الإلكترونية نتاع الذبابية نتاع المخزن. ونفس الشيء يعني البروباغندا كانت موجودة من بكري في وقت الحرب العالمية الأولى والثانية، وكانت رئيس البروباغندا تاع هتلر غورينغ يستعمل هذه الوسائل لتمرير وتبرير الحرب ديالو على واحتلاله لبولونيا ودول أخرى ضعيفة. كان يبرر الاحتلال هذاك والسيطرة والتجنيد باستعمال البروباغندا بطرق أخرى، لكن الآن أصبحت البروباغندا أصبحت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير مخططاتها، وهذا الأمر واضح يعني فيما يخص الجزائر، لأن الآن أصبحت مستهدفة من طرف قوى لها علاقة بالمروك، وهذا سبب معروف. يقول لك علاش حيحب؟ ما يحبوناش، ما يحبوناش يعني مواقفنا. هذا البروباغندا مش قضية، المسألة نتاعها ماشي نشر الحرية وقيم العدالة بين الشعوب وكذا، لا، هما يخدموا مصالح بيننا، لان الركيزه هناك ركيزتين للسياسه الخارجيه نتاع الجزائر، هما الصحراء الغربيه وفلسطين وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا هو الركيزه الاساسيه نتاع السياسه الجزائريه. وعلى هذا المبادئ نتاع السياسه نتاعنا اللي رانا رابحين العيب مع هذا الدوله، وكذلك نفس المشكل مطروح مع ما يخص القضيه الفلسطينيه. واللي حاب يعرف السياسة تاع الجزائر، نحن نقولها بوضوح. اللي كانوا يتشدقون بحقوق الإنسان ويتفخرون بحقوق الإنسان، نحن ندافع عن حقوق الشعوب مش حقوق الإنسان. منظمة الأمم المتحدة قالت حقوق الإنسان، احنا قلنا حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. أكثر، رحنا أبعد من حقوق الإنسان، هو حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ولن نحيد عن مبادئنا رغم ما كيد الماكيدين. نحن سياستنا كما قال شاذلي بن جديد واضحة، نقف مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا هو اللي يجلب لنا الافتخار والاحترام من كل الدول وكل محبي السلام وكل محبي الحق اللي يحبوا الحق كامل، ويوقفوا معنا ويساندونا رغم شماتة الأعداء. والسلام عليكم.